وقد عمد المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى عام 2001 إلى سن العديد من التشريعات المرنة التي تكفل بناء دولة مؤسسات وقانون تؤطرها جملة من الثوابت الوطنية الراسخة. مشروع نهضوي أصف أركان الحياة المفعمة بالحيوية والشمولية داخل زوايا البيت البحريني، ليسند الفعل الحميد إلى راعي البناء والتقدم، وملامح أطلت من نافذتها بوادر الخير على مرأى من أعين الناظر إلى حقيقة الاستجابة المطلقة لنصرة النهج والمنهج، وللوقوف خلف راية خليفية تحملها بثبات سارية يستدل من خلالها موقع مدينة فاضلة يألف التاريخ ذكرها، وسرد محطاتها التي وجهت بنظرة بانيها الثاقبة نحو حداثة تستوطن جلها المترامي تحت سماء العروبة والإسلام. المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عام 2001 راعى في مجمله احترام حقوق الإنسان كاستراتيجية ثابتة تتبعها مملكة البحرين في سير خطاها كدولة مؤسسات وقانون تؤطرها جملة من الثوابت الوطنية الراسخة. وميثاق العمل الوطني هو ثمرة بناء من الثقة عظيم، أقيم على أساس شعبي متين لم يثنه شيء عن التوقيع على وثيقة حب المليك وعشق الوطن، ميثاق جاء ركيزة مثلى استندت عليها مجمل التشريعات والقوانين المتعلقة بالعديد من المفاهيم العصرية التي تضمها الدولة الحديثة ولا تساوم على تجاهلها بشتى الظروف مكانيا وزمانيا. فالبحرين وبخطى الواثق سارعت نحو الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل بجوانبها كاملة، وغيرها الكثير. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ليتعداه إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة حقوقية تتمتع بالاستقلالية التامة، تعنى بمجالات الدفاع عن أي مطالب لحقوقه المنتزعة إن وجدت. المرأة ودورها الفعال في المجتمع حكاية أخرى ألبسها ميثاق العمل الوطني ثوبا وطنيا أعطى لها هويتها المتفردة في انخراطها ومشاركتها بمجمل المواقف السياسية داخل مجتمع بحريني تقبل وجودها بمختلف مواقع العمل كشريكة أساسية ورقم هام في بناء المجتمع وإتمام ملامح الصورة التنموية الشاملة. وتشكيل المجلس الأعلى للمرأة ما هو إلا دليل قاطع على إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل طبقا لما ينص عليه الدستور والتشريعات. وجهات ميثاق العمل الوطني لم تقتصر على حد معين، فعودة الحياة البرلمانية إلى حيز الوجود عام 2002 كان من أهم المحطات المفصلية المتلألئة في تاريخ البحرين، ليتم في الوقت عينه برمجة الحقوق الدستورية وتفصيلها بالشكل الذي يتوافق مع إرادة الشعب والإنصات لكلمته في اختيار من يمثله داخل مجالس نيابية وبلدية تؤدي مهامها التشريعية عبر إجراءات قانونية تضمن استمرارية التطورات الإصلاحية في إطار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.